بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خالتي. رونجيسترومو هذا درته سبيسيالمون كرسالة إلى قناة الجزيرة، وبالأخص إلى قناة الجزائر، التلفزة الوطنية الجزائرية. نبدأ بقناة الجزيرة. اليوم قناة الجزيرة واش دارت؟ اليوم بثت مقابلة تاع مصر النيجيريا، وراح تبث عن قريب إن شاء الله مقابلة تاع تونس. داروا تنويه في الجزيرة بلاس ناين، كتبوا تنويه اسم الجزيرة راح تثبت المصداقية ديالها تجاه العرب، وراح تبث الجزيرة تحت تبث المقابلات على الجزيرة تو الغير مشفرة بالدرجة ديالنا، نقولوا باطل هاك تفرج باطل. وقالوا بلي هذه المصداقية ديال الجزيرة، قناة الجزيرة. احنا المصداقية ديالنا لا غالب شريناها ب10 ملايين دولار. احنا كل مقابلة تاع فريق وطني استقامت لنا بمليون دولار. نتوجه للقناة الجزائرية ديالنا، التلفزة الجزائرية ديالنا، اللي راحوا نيغوسا وشراو ب10 ملايين دولار. نقول لهم بلي كاين الجالية الجزائرية اللي مقيمة هنا في أوروبا ما عندهاش سبل تتفرج مقابلة تاع بلادها، باسكو هنايا كاين ثاني احتكار تاع أورانج، لازم تروح تنسكري في أورانج ومن بعد تشري مقابلة تشري القنوات اللي راح يبثوا الكان 2010. نتوجه لهم بالرسالة هذه، نقول لهم احنا شرينا ب10 ملايين دولار، وعلى بالنا بلي احنا على بالنا بلي شرينا حقوق البث الارضي. وشنو انا واش نقترح عليهم؟ يجوزوا لنا لي ماتش في كان الجيري بتعليق امازيغي، ماشي بتعليق عربي ولا فرنسي، تعليق امازيغي. ونقول لقناة الجزيرة يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة اللي بعتوا لنا المقابلة ب10 ملايين دولار، ومن بعد تروحوا تمدوا المصاروة باطل هاك تفرج يا المصري، واللي اسمه مدار يتبع قنوات المصرية ولا يقدر يدخل على اليوتيوب يشوف شحال القنوات المصرية كانت تسب في الجزيرة. على فانت كونت مصداقية هاك تفرج باطل. وتوانسة حشاهم توانسة، توانسة كما يقولوا راحوا في رجلين، توانسة شغل ما جايش تجوز لمصر وما تجوزش لتونس، شغل تجي مرقة بزاف. واتصلت انا بالجزيرة وقلت لهم اللي مقيمين في الغربة هل من وسيلة؟ يردوا عليا واش قالوا لي؟ الى عندك كارطة تاع بلاس ناين وبلاس تان سينون لا غالب ما تتفرجش. توجه للمسؤولين تاعنا، ان شاء الله الميساج ديالي يلحق، ان شاء الله خير للمقابلات اللي بقاو تاع الجزائر، ان شاء الله يبثوهم، ان شاء الله يلحق الميساج ديالي، وان شاء الله كل واحد هكذا جزائري يوتيوبر هكذا يدخل يدير ميساج يدير نداء ما على باليش انايا. والسلام عليكم.